سلام حبيباتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل اون بون سانتي. توحشتكم بزاف بزاف، وهاني رجعت لكم بفيديو جديد وراح نشارك معكم يومياتي. دونك اليوم راح نشارك معكم بزاف حوايج اللي بزاف منكم طلبوهم مني. دونك بروميرمون هذا وي نوت، يعني ما عنديش بزاف مني نوت. تصلت وجيت نبريباري حاجه ناكلها باسكو هاد الايامات نقصت شويه لي سوكري بالبزاف باسكو كيما على بالكم هاد الايامات رانا غير قاعده في الدار، دونك لي كيلو راهم عاودوا ولاو. دونك سي بيان نديرو هكا شويه دي ليميت. دونك جو بريباري ان تروك ناكلو. دونك هنايا عندي ياورت ناتور، وعندي هنايا اون بانان. البنات ميرسي بوكو بوكو، راني نقرا لي ميساج نتاعكم ولي كومونتير نتاعكم، ما تتقلقوش يدي راهي سافا باسكو كيما شفتوا معايا في لا فيديو اللي فاتت جرحت يدي، شوفوا تنفخت لي شويه هادي و صحت وجع، ما نقدرش هكا نحرك يدي بالبزاف باسكو شاك فوا نحركها نحس كي شغل هاد الجرح يتفتح. فوالا، دونك خطرات ندير لا بوند، خطرات نخلي شويه هكذا، وخطرات ندير بونسمون، كل خطره كيفاه. دونك راني صافا الحمد لله، ميرسي بوكو باسكو راكم قلقتوا عليا. فوالا، دونك كيما راكم تشوفوا حطيت ياغورت وبانان، ودوكا راح نزيد من هاد غرانولا اللي حضرت معاكم. عاود درتها ماشي هذيك تاع الخطره اللي فاتت باسكو هذيك كملتها وزدت كونتيتي هاي. وراح نزيد شويه من هذا لو سيرو ديرابل، ما راحش نكثر بزاف غير باش نمدلو هكا كو يكون شويه سكري باش ما يجيش قاصح. فوالا، هذا هو لو سيرو اللي راني استخدمته دوكا. فوالا، بور لي فيلي سكنو هنا في المانيا تلقاو عند الدي ولا مولر، تاني كاين ريال انتونيكا وين رحتو تلقاو هذا هو اسمه. فوالا، فوالا البنات، دونك خلاص كملت. وفرانشمون هاد الايامات وليت ناكلو بالبزاف خير ما نشرب قهوه بحاجه تكون سكري باسكو كيما قلت لكم هاد الايامات رجعناها غير ماكله. فوالا، دونك نروح دوكا نقعد نفطر ومن بعد نعاود نرجع لكم. واليوم راح نحي لي فيتمون ديفير، دونك خلاص بدات سخانه عندنا وحبيت نخلي بلاصه لقش واحد اخرين. على بالكم كاع هاد لي فيس شحال من بلاصه يشدو، شحال انا نحب تكمل هاد لا سيزون بوك جو مي ديباراس دو تو سا. جو خلاص تاكدت قلت بالك هذيك سخانه تاع تمسخير ويولي البرد بصح ما ولاش، دونك سي المومون باش نحيهم. دونك قولوا لي نتوما اسكو بديتو تنحوهم ولا مازال شويه برد عندكم. دونك انايا حطيتهم في هاد لا فاليز باسكو هاد لا فاليز اللي ديتها كي رحت لفرنسا، وكي عاودت رجعت جون كي رحت نخرجها لقيتها تكسرت، دونك ما راحش نسحقها عندي في الدار، سي بور سا خليت هاد لي فيتمون فيهم ونخرجها. Thank you.
نجي دوكا نيتواي شويه لا شامبر نتاعي ونحطت فيها الماكياج ونحطت فيها هاد ميك اب فانيتي. سي اون شامبر على بالكم لا كوزين وهاد لا بيس سي دي سي لي دو بيس اللي يتوسخوا بالخف في داري باسكو لا كوزين سي نورمال نطيبوا فيها وناكلوا تمايتو وهادي اشاك فوا نجي نماكيي حالتها تولي ما تفرحش اشاك فوا نجي نفيلمي ان توتو ماكياج جو مو روتروف كوم سا شوفوا حاله دونك راح نرجع كل حاجه لبلاصتها دونك راح نبدا بهذا لو كوين لو كوين بريفيري تاعي باسكو هنا نحب ندير لي فوتو لي فوتو اللي نحطهم في انستغرام باسكو هنا تضرب بزاف الضو دونك نحطهم نحط هكا لي برودوي اللي حبيت نصورهم وتخرج لا فوتو هايله دونك راح نرجع لي ماغازين هادو لبلاصتهم ديجا كاين عندي هاد لو بلاطو تاع لي بارفان هادي هي بلاصتو بصح كي نجي نصور توجور نعاودلو البلاصه فوالا وهذا نحيه ولا نخليه فوالا جاريب با ديسيدي لا نخليه ولا نحيه لي بون وهاد لي بينسو كنت صورت لكم اون فيديو غسلتهم صح ما حطيتهاش جو في فوار الا راح نحطها لكم ولا لا لا صافي لونطوم صافي اون سيمين ملي غسلتهم ودوك نشوف الا ما جاش هاد لا فيديو طويله نحط لكم هذيك لا فيديو ونوريكم كيفاه نغسلهم فوالا دونك هاد لو كوان ساهل كل حاجه رجعت لبلاصتها ودوكا نجيو لهاد لا كاتاستروف يا خا ما عرفتش منين نبدا فرانشمون ما عرفتش منين راح نبدا نيتواياج مي هيا نقولوا بسم الله وكل حاجه ترجع لبلاصتها Voilà donc pour ma chambre là, كملتها ونقيتها كامل مازال برك دوكا كي نحبس نفيلمي نرجع هاد ليكليراج لبلاصتو وهذا مكان على بالكم نحب نشوفها هكذا جادا فرانشمون رجعت كل حاجه لبلاصتها هكذا خير لازم على شاك فوا نكمل الماكياج نعاود نرجع كل حاجه لبلاصتها سينو الا خليتها هكذاك سي بون على يومين 3 ايام باش نجي نقيها فوالا دونك ماكياج خلاص رجعت كلش لبلاصتو هذا درتو فون دو طون بلوش كونتور بودر ليبر هنا درت واسمهم
لي برايمر هادي درتها سبيسيالمون بوغ لي باليت. هادي حطيت لي برودوي نستخدمهم بوغ لي سورسيل لي زونتي سيرن. هادو سي دي ماسكارا دي بوم على ليف دي لونتيل و دي بيوتي بلندر جديدة. هنا كلش كاين، كاين شويه من لي برودوي سوان وكاين شويه من لي بيجو. وهادو ما سي دي سي دي ماسك تولي نديرهم لي باتش، هادو اللي نديرهم العينية، وهذا تاني سماك بوغ لي ليف ماسك. دي برودوي بوغ لي شفو. هنايا درت كلش، هاد الباطا اللي جاوني فيها لي سي لي فوسيل، وهادو هما سي دي بواط جوغ لي فيد هكا، كنحب نهز وحدة منهم ولا نلقاهم كامل في بلاصة وحدة. هنا درت تو سكي كور دي جيل دوش دي كريم هيدراتونت اي تو بور لو كور. هنا كيف كاين شويه من كلش. هادي سي بور لي سورسيل بصح فيت حطيت فيها كلك تروك. وهادي سي بور الحوايج اللي نستخدمهم لشعري جوغ دي بروس سيشوار و لي سيرم. فوالا، وهنا دات لو تريبي تاعي ودات هادي اللي ندير بيه لو تابي تاع لو سبور. الحمد لله. الموديل نتاع لا روب اللي راهي مبلتكم وكل يوم تسقسوني عليها، هذا هو. شوفوا هذا هو لو كول نتاعها، جو بونس راهو يبان لكم بيان. نسقم لا كاميرا شويه. فوالا، راني لابسه لتحت ان بيجاما سبور سا راهي يبان تبان كبيره. فوالا، سهلة جام شي حاجة اللي تدي وقت إذا راكم حابين تخيطوا كيما هادي ولا فوالا. وهنا لتحت شوفوا كيف عم دايرة، شفتوا فوالا. فوالا دونك خرجنا شوية، على بالكم واحد لا جورني اليوم تهبل هايله. ماشي غير اليوم باسكو هاد لا سيمين كامل ولا سيمين بروشين راح تكون هايله كيما هاي، دونك سي ديفيسيل نقعدو في الدار. اون اساي جوست با فوار هاكا ان كونتاكت مع دوطر جون، انا غير في زوج ما نقربو حتى واحد، دونك يا با دو ريسك. فوالا سينو با فير كيلكو كورس ابري ندخلو للدار. هاي طوال جوني كاع عمري باش ترجع. وحبيت اليوم نشارككم واحد الوصفه اللي بنينه بزاف، عندي شحال من لي فيلميتها بصح ما حطيتها لكمش، قلت نشاركها معكم اليوم اذا راكم حابين توجدوهم في رمضان. دونك وصفه فطائر الجبنه. دونك لهاد الوصفه راح نسحقو زوج كيسان حليب يكون دافي، وراح نزيد نص كاس زيت نص كاس زيت، ولا تقدروا ديروا كاس الشاي ولا التاي وديروه معمر. راح نزيد زوج بياض البيض، راح نحي الصفار وحده راح نسحقه فيما بعد، وراح نزيد شويه من الخل، يعني انا درت مغرفه صغيره ونص، وراح نزيد زوج مغارف كبار السكر. راح نزيد زوج مغارف كبار خميرة الخبز، هذا ما كان بوغ لانستون. دونك راح نخلط الكل جيدا ونتركهم لمدة 10 دقائق.
فوالا. وبعد 10 دقائق نجي دوكا نخلط الخليط هذا وراح نبدا نحط الفارينه. دونك الفارينه انا راح نحط 4 كيسان اللي راكم تشوفوا فيهم. نتوما ديروا القياس اللي راكم حابين، الكاس اللي عندكم في الدار يكون بهذا القياس ديروا 4. وراح نزيد شويه من الخميره الكيميائيه، انا درت مغرفه صغيره، وراح نخلط حتى نتحصلوا على عجينه. وانتوما اذا خاصتكم فارينه تقدروا تزيدوا، انا درت 4 كيسان ما دات ليش كتر. فوالا بعد ما لميت العجينه راح ندير لها سيلوفان ونخلوها لمده نص ساعه، يعني كي تلاحظوها طلعت تكون واجده. وبعد مده خلاص طلعت لي العجينه كيما راكم تشوفوا، على بالكم تجي خفيفه بزاف بزاف هايله، انتوا اللي راح تشوفوها من بعد. نجي دوكا نشكل دي بول ولا خبيزات صغار، ديروا الشكل اللي يعجبكم، انا راح نسييهم كامل. وعندي شوفوا البنات عندي فرماج فيتا خلطته مع شويه معدنوس وشويه ملح، ونجي نعمر الخبيزات هادو. كاين اللي عمرتهم بهذا لو فرماج اللي قلت لكم عليه فيتا، وكاين اللي عمرتهم بلون دو بولي قليته مع شويه ملح وفلفل اسود ومعدنوس وعمرتهم به. يعني هادي حتى لهنا تقدروا تعمروهم بالحوايج اللي راكم حابين، الحوايج اللي تحبون نتوما تاكلوهم، مش شرط يكون هذا لو فرماج ولا كيما قلت لكم بالبولي. وانتو اللي راح نخليكم تشوفوا معايا كيفاه راح نديرهم. وبعد ما كملت نحط عليهم دوكا من الصفار اللي خليته مقبل كي درت هذوك هذاك البياض، وندير شويه سينوج ونخليهم شويه لمده 10 دقائق، ونعاود ندخلهم الفور، ماشي نعاود ندخلهم للفور حتى يطيبوا. فوالا هذا هو الشكل نتاعهم بعد ما خرجتهم من الفوق. على بالكم البنات البنه تاعهم ما نحكي لكمش، جامغي بيان ميم نتوما تجربوهم، واذا عجبوكم ما تنساوش تبعتوا لي فوتو في انستغرام باسكو نعاود نحطهم في لا ستوري نتاعي. هذه هي لا فيديو تاع اليوم، جيسبر تكون نالت اعجابكم، ونتلاقاو في فيديو قادم عن قريب ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تخلوا لي رايكم في لي كومونتير، حبكم بزاف بزاف، وباي باي.